تذهب البطات كل يوم في رحلة حول البحيرة. ها هي البطة الأم وبطاتها العشر. حتى لا تضيع أي من البطات، تقوم الأم بعدها قبل الخروج وعند العودة وحين تنظيف الأسنان. وكما يحدث كل يوم، تعترض بطوطة لأنها دائماً تكون آخر بطة، فهي البطة رقم 10. تشعر أنها وحيدة وغير مسموعة في آخر الصف. الجميع يقول إنها دائماً تأتي متأخرة، تنام متأخرة وتستيقظ متأخرة، لكنها كانت مقتنعة أنها الأسرع بين الجميع، فكانت دائماً تفكر بالطريقة التي تريهم أنها يمكن أن تكون الأولى. في كل صباح كانت البطات تغني: البطة رقم 1 تحب أن تساعد، والبطة رقم 2 بيضاء الجناحين، والبطة رقم 3 تحب الحراثة، والبطة رقم 4 تحب ارتداء القبعة، أما البطة رقم 5 فتحب المدرسة، والبطة رقم 6 دائمة النكتة، والبطة رقم 7 تلعب مع البجعة، البطة رقم 8 تحب أكل البامية، البطة رقم 9 ترتب الأمتعة، البطة رقم 10 دائما متأخرة. قامت جميع البطات بتنظيف أسنانها واحدة بعد الأخرى. وحين جاء موعد النوم، صفتها الأم وبدأت تعدها. في تلك اللحظة ظلت بطوطة تقول: أمي أمي أمي، لماذا لا تعدينني أولاً؟ فجأة خطرت لها فكرة وهمست في أذن أمها التي هزت رأسها وقالت: سنرى كيف يمكننا فعل ذلك في صباح الغد. نامت بطوطة وهي سعيدة تفكر بالأمر، لكنها ما لبثت أن غطت في نوم عميق. في صباح اليوم التالي قالت البطة الأم: اليوم سنقوم بالعد بطريقة مختلفة. وهي تغمز بطوطة. تعجب الجميع، كيف يمكن أن يكون العد مختلفاً؟ إنهم يعدون بالطريقة نفسها كل يوم. وبدأت الأم بالعد العكسي: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. كانت دهشة بطوطة كبيرة، فقد أصبحت أول بطة يتم عدها. صار العد يبدأ بها أحياناً، لذا أصبحت تستيقظ لتسمع كلماتها المفضلة، وهي أن تقوم أمها بالعد بشكل عكسي ابتداءً من الرقم 10. البطة رقم 10 تحب رسم الزهرة، والبطة رقم 9 ترتب الأمتعة، والبطة رقم 8 تحب أكل البامية، والبطة رقم 7 تلعب مع البجعة، والبطة رقم 6 دائمة النكتة، أما البطة رقم 5 فتحب المدرسة، والبطة رقم 4 تحب ارتداء القبعة، والبطة رقم 3 تحب الحراثة، والبطة رقم 2 بيضاء الجناحين، وهناك البطة رقم 1 التي تحب أن تساعد. Thank you.